وكتب كتب المملوكة والتاني أقرأ أبي أريد. فأريد لاحظت إن هو تقريبا ربع ساعة أو ثلث ساعة هي واقفة قصاد الكوخ على الكوبري وما بتتكلمش. فأنا قلت له، قال لي إيه رأيك؟ قلت له طب أنت موقف الست دي ثلث ساعة ليه من غير ما تتكلم؟ يا دخلها يا خلاها تتكلم. راح ماسك النسخة ورميها من سبع دول. أنا زهقت لأن شايفاه ليل ونهار بيصحى بدري وينام متأخر وقاعد يكتب يكتب، وهو لما كان بيكتب بينهك كأنه طالع يجري. خبر أبيض النسخة اترمت في الشارع. رحت قاعدة وعملت فنجان قهوة وقلت له تعالى احنا الحياة بالطريقة دي مش هتستقيم. احنا ملناش دعوة ببعض. أنا فنانة وأنت كاتب. مش هقرأ أي حاجة أنت بتعملها إلا على ترابيزة الرباط وأقول رأيي زي ما أنا عايزه. هنا في البيت حاجة تانية وهناك حاجة تانية. قال أنت شايفة كده؟ قلت له أيوة شايفة. ومش هقرأ لك أي حاجة خالص. طبعا دي ضايقته، هو نفسه إن أنا أقرأ اللي بيعمله. فأنا قلت كده، فهو بقى يكتب ويحط النسخة الصحيحة. فما قراش، يقلبها كده ويعملها كده ان هو ايه يبان حد يعني حرك. انا ابدا. بعدين قال لي الحكايه، قلت له يا قد ما تحركيش النسخه ما عندكيش تقول. قلت له لا عندي كلمه، انا قلت كده. فقال لي شيء غريب جدا، الفضول انك انت تعرفي انا هكتب ايه بعد كده وهعمل ايه. قلت له لا احنا اتفقنا. وكان ما قراش اي حاجه الا على ترابيزته.